السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إن شاء الله ناوية أبدأ معاكم سلسلة جديدة وهي اسمها أمي معلمتي. السلسلة دي هدفي فيها مش إني أعلم الطفل أو إني أدرس للطفل، لا بالعكس، أنا كل هدفي إني أعلم الأم عشان هي اللي تكون البديل لأي مدرس أو أي حد يعلم أولادها في البيت، خاصة الأمهات اللي في الغربة اللي هم محتاجين يعلموا أولادهم اللغة العربية. فإن شاء الله السلسلة ديت هنبدأها مع بعض بكتير من الحاجات اللي إزاي نبدأ مع أولادنا ونأسسهم صح في اللغة العربية بوسائل كتيرة جدا وتعليم الأطفال. الحقيقة أنا المفروض كنت أبدأها بالحروف زي البداية الطبيعية لأي حد بيدرس لغة عربية في الأول، أو أي لغة لازم الشخص اللي بيتعلم أي لغة يعرف الأبجدية بتاعتها أو الحروف بتاعتها لأن هي الأساس. بس أنا هبدأ المرة دي السلسلة بدرس المدود، وهو المد بالألف والمد بالياء والمد بالواو، عشان خاطر بس واحدة صاحبتي كانت عايزة تدرس تعلم أولادها المدود، فهي الحقيقة سألتني إن هي إزاي تدرسهم، فأنا شرحتهم لها كده يعني نظري في التليفون، فهي قالت لي لا الأفضل إن أنت تعمليه فيديو، فهي اللي شجعتني على الفكرة دي الحقيقة ان انا ابتدي معاكم السلسلة ديت. في افكار كتير احنا ممكن نستخدمها مع اولادنا. الكروت دي انا كنت شارياها من مصر قبل ما اسافر لابني وهو كان لسه صغير، بس نفعتني جدا دلوقتي، اللي هي صور بالكلمات بالعربي، مش مهم الكلام المكتوب بالانجليزي او لغات تانية، المهم الصورة والعربي بتاعها. وفي حاجات كتيرة جدا يعني دول أمثلة منها. في وسائل كتيرة جدا ممكن نستخدمها نعلم بها أطفالنا الحروف، دي مثال لسه هنتناوله بعد كده في الفيديوهات الجاية وفي تعليم حرف الألف. دي حاجة بسيطة، أنا جبت العصاية بتاعت الشيش طاووق اللي بنعمل عليها يعني الفراخ وكده، وجبت ورق ملون عادي خالص اللي هو الخفيف حتى المؤلوان، وقصيت حرف الألف ولزقته عليه بالشكل دوت. طلعت فكرة حلوة جدا ويعتبر نشاط بسيط وسهل جدا ان اي حد يعمله مع اطفاله. فهي السلسلة اللي انا بقول لكم عليها اسمها امي معلمتي. دلوقتي ان شاء الله انا هبدأ معاكم على طول في السلسلة ديت، وهنبدأ بالمدود. دلوقتي انت كأم عايزة تشرحي لابنك المدود، لازم تعرفي يعني ايه مد في الاول. يعني ايه مد؟ هنكتب كده على طول مع بعض، يعني ايه مد؟ المد يعني ايه؟ كل مد، يعني المد بالألف يبقى المد بالألف هنعرفه ازاي، والمد بالياء هنعرفه ازاي، والمد بالواو هنعرفه ازاي. ديت مقدمة يعني بسهولة احنا ممكن نعرف ازاي المدود. هتلاقي حرف عليه فتحة بعده ألف، والمد بالياء حرف تحته كسرة وبعده ياء، المد بالواو حرف عليه ضمة، حرف عليه ضمة وبعده واو. دي بسهولة جدا وببساطة التعريف. هنيجي بقى نشوف مع بعض مثال، مثلا يعني لو قلنا في حرف في مثلا لو خدنا على المثال ده تاج، التاء عليها فتحة وبعدها ألف، ده مد بالألف. يعني نطقنا الحرف عليه فتحة تا وبعدها ألف، ده مد بالألف. هنجيب مثال مثلا على المد بالياء،
منديل، منديل. الدال هنا مكسورة تحتها كسرة وبعديها ياء، يبقى ده مد بالياء. يبقى في المد بالألف فتحة وبعديها ألف، المد بالياء كسرة وبعديها ياء. نيجي مثلا كلمة حبوب، حبوب هنا في ضمة، دي هنا الباء دي مضمومة، بو بو، يبقى باء وعليها ضمة وبعديها حرف الواو، يبقى ده على طول مد بالواو. دي بسهولة أي حد يقدر يعملها وأي حد يقدر يدرسها لأولاده. يبقى مد بالألف حرف، أي حرف أيا كان، مفتوح وبعده ألف. في شروط للحروف دي، ما يكونش عليه أي حاجة، ولا همزة ولا كسرة ولا أي شيء. لسه هنتكلم دلوقتي على شروط المد، بس دي أي حد يقدر يعرفها. يبقى حرف مفتوح بعده ألف مد بالألف، حرف مكسور وبعده ياء مد بالياء، حرف مضموم وبعده واو يبقى مد بالواو. يلا نبدأ بقى دلوقتي على طول نشرح باستفاضة المد بالألف. المد بالألف، أول حاجة أنت كأم لما تيجي تدرسي لابنك هتقولي له نشيد عن الحرف مثلا، معروفة جدا الأنشودة دي دايما يعني في أي حد بيعلم عربي، أنا مد بالألف وشكلي مختلف، قبلي بيجي كسرة فتحة، طبعا أنا أخطأت، بيجي فتحة، أسفة، بيجي فتحة وبعدها ألف، زي ما قلنا فتحة على حرف وبعده ألف كده. إيه بقى يعني لو عندي كلمة ومش موجود عليها الفتحة، إزاي أعرف دي؟ هو من النطق أولا. إيه الشروط بقى؟ إيه الشروط اللي أعرف منها إن ده مد بالألف؟ أول حاجة لازم يكون في فتحة، لازم يكون الحرف اللي قبل الألف عليه فتحة أو مفتوح. تاني حاجة إني ما ينفعش المد بالألف يكون أول الكلمة. إزاي؟ مش فاهمة. هنقولك مثلا كلمة أسد دي ألف في أول الكلمة، هل ينفع إن احنا نقول إن كلمة أسد دي مد بالألف؟ طبعا خطأ، لأن الألف أولا جت في أول الكلمة. المد لازم يكون في وسط، يعني نص، يعني نص الكلمة أو آخرها. دي أول حاجة لازم ناخد بالنا منها كويس جدا، إن المد ما ينفعش يكون في أول الكلمة، لازم يكون يا إما في النص يا إما في الآخر. طيب برضو تالت حاجة، إن ما ينفعش يكون على الحرف، ما ينفعش يكون على الألف أي حركة. يعني إيه؟ ولا الألف بتاع المد ده عليه فتحة ولا كسرة ولا ضمة، زي إيه؟ تعالوا نشوف. يعني مثلا أنا لو قلت كلمة
ضابط، ضابط، ده مد بالألف، صحيح مد بالألف. طيب هل لو جبنا ألف في نص الكلمة وعليها همزة زي كلمة يأخذ، هل دي مد بالألف؟ طبعا لا. ليه السبب؟ عشان الألف عليها همزة، فما ينفعش الحرف المد يكون عليه أي حركة، ولا فتحة ولا ضمة ولا سكون. إيه شكل الحرف؟ شكل الحرف اللي نقدر نقول عليه مد، الشكل بيكون حاجة من دي، يا إما كده اللي هو هنا في حرف وهنا في ألف أهو كده، يا إما ألف مد كده، يا إما كده من غير أي شيء. دي التلات أشكال اللي نقدر نقول عليها. في نشاط ممكن تطبقيه كأم، هتحطي، هنقولك مثلا ارسم دائرة حول الشكل الصحيح لألف المد. ايه الشكل الصحيح لألف المد؟ الشكل الصحيح اللي احنا قلناهم، هم دول الشكل الصحيح. بس انا هعمل تمرين عشان نأكد المعلومة، يعني مثلا لو انا كتبتلك كده هتقولي لي دي ايه؟ دي تنفع مد؟ دي تنفع مد؟ هتقولي لي طبعا بلا شك ما ينفعش، غلط. ليه؟ عشان فيه همزة ولازم المد ما يكونش عليه اي شيء. تاني حاجة هناخدها مع بعض، دي ينفع ان احنا نقول عليها مد؟ هتقولي لي ما ينفعش. ليه؟ هنقول طبعا ما ينفعش عشان فيه همزة. هنيجي بعد كده لمثال تاني. طيب ده ينفع يكون مد؟ عليه فتحة من فوق كده الألف، طبعا ما ينفعش عشان في عندنا فتحة، تمام. طيب هنا الفتحة على الحرف اللي قبل الألف، ده ينفع ولا ما ينفعش؟ طبعا صح، لأن الفتحة على الحرف وبعد كده ألف، المد ولا عليها حركة ولا فتحة ولا سكون ولا همزة ولا أي شيء، تمام. هنيجي بعد كده لشكل تاني كده، ده يعتبر مد؟ أيوة يعتبر مد، ده اسمه ألف مد أصلا، ده من شكل من الأشكال اللي احنا اتكلمنا عليها فوق، يا إما كده يا إما كده يا إما كده، تمام. طيب ينفع نيجي هنا نبص يكون كده، ده مد؟ طبعا ما ينفعش. ليه؟ عشان لازم الحرف اللي قبل المد يكون عليه فتحة وليس كسرة، يبقى فتحة وليس كسرة، يبقى الحرف اللي قبل المد لازم يكون في الفتحة فوق مش كسرة. طيب تدريب تاني، دي تنفع؟ دي اكنه هنا حرف وعليه ضمة وبعدين ألف، ينفع؟ طبعا لا، نفس الفكرة بتاعت دي، ما ينفعش ولا فوق ضمة ولا تحت كسرة، لازم الحرف اللي قبل الألف يكون عليه فتحة، تمام. هنيجي بعد كده لشكل تاني، ينفع الألف تكون كده؟ قلنا لا ما ينفعش. كده ينفع؟ طبعا الحرف اللي قبلها فتحة وهنا معلهوش أي حاجة. دلوقتي في نشاط اسمه حدد الحرف الممدود. يعني ايه الحرف الممدود؟ الحرف الممدود هو الحرف اللي قبل الألف وبيكون عليه الفتحة، اللي بيكون عليه الفتحة. تعالوا نشوفوا أمثلة، يعني مثلا كلمة تفاح، طبعا
كلمة تفاح الفا عليها شدة وفتحة، يعني هو مفتوح أصلاً وبعديها ألف، يبقى فين ده حرف المد، الألف ده اسمه حرف المد، حرف المد. طيب فين الحرف الممدود؟ الممدود هو حرف الفاء. تمام، نيجي لمثال تاني، كلمة كتاب، 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 التاء عليها فتحة مفتوحة والألف بعديها، يبقى ده مد بالألف، يبقى الحرف الممدود هو حرف، الحرف الممدود هو حرف التاء، يعني اللي طولنا فيه المد بيطول، بيدي حركة طويلة شوية للحرف، يعني المد بيعطي حركة طويلة للحرف، يعني مثلا نقول بدل ما نقول تا نقول تا، بدل ما نقول تا تا، الألف اللي بعد التا ده وظيفته إن هو طول لنا من زمن الحرف. تمام، في ده أمثلة على نشاط، ممكن مثلا تاخدي كلمة طما طم ما، بصوا تما طما ما، يبقى ميم عليها فتحة وبعدها ألف، يبقى حرف المد هو ألف، الحرف الممدود اللي عليه الفتحة اللي بيسبق الألف اللي هو الميم. تمام، انت بقى ممكن تعملي النشاط ده مع ابنك وتكتبي له كلمات زي مثلا ضابط، ضابط، قارب، دجاج، د جاج، الجيم مفتوحة وبعديها ألف، كل دي فيهم مد بالألف، قولي له طلع لي المد كده، قولي له المد والممدود، فين المد؟ حرف المد اللي هو دايما الألف، المد دايما هو الألف في الحالة دي. طب الممدود ايه؟ نبص على طول على الحرف اللي قبل الألف، ضا قا